已经没什么出路的状态，然后最后一步步突破。شيه جوين هو المصمم الرئيس الأول لقمر بايتو 3 للملاحة ونائب المصمم الرئيس لمشروع بايتو 3 في 23 من يونيو عام 2020 بعدما انتهى إطلاق آخر قمر صناعي لنظام بايتو 3 تحول تركيزه في العمل إلى حماية الأقمار الصناعية المدارية ورصدها وتقييمها. يمكننا رؤية حالة دوران بايتو 3 في معمل محاكاة أداء نظم الاتصالات وأقمار الملاحة. بجانب ضمان التشغيل الآمن والمستقر لأقمار بايتو في المدار ورصد وتقييم هذه الأقمار، فقد أطلق فريق شيه تشوين إثباتاً لأنظمة تطوير بناء الجيل القادم من نظام بايتو، وبدأوا معالجة المشكلات الأساسية للتقنيات المحورية. عليهم تصميم وبناء نظام وطني شامل للتوقيت والملاحة وتحديد المواقع محوره نظام بايتو قبل حلول عام 2035. 那2035年我们要完成这种全国的授时的导航通讯的这个系统是一个什么样的系统啊？现在我们基本上是地表呀，以及地表上空1000公里的这个范围内，我们都够让用户得到很好的导航定位授时的服务。那么下一个系统呢，我们可能还要解决像更高的空间。那么从定位的精度上来呢，要解决像现在我们都大家都在期望的。 自动驾驶呀，等等这些上头的厘米级的这个导航的需求等等这上。 في عام 1982 بعدما تخرج سيه جوين أتى إلى معهد 504 التابع للأكاديمية الخامسة بشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوي فضائية، ترقى في منصبه من تقني حتى أصبح المسؤول الرئيس لمعهد 504 خلال مشاركته في عملية تطوير المشاريع الكبرى. وفي عام 2004 تمت الموافقة على مشروع نظام بايتو 2 للملاحة بالأقمار الصناعية، فأصبح شيه تشوين مصممه الرئيس بفضل خبرته الممتدة ل 22 عاماً. 现在回忆起来，当总师这么多年啊，确实2004年到2007年这段历史，我有时候也在想，可能是我当总师最难的一个时期。最大挑战是来自于哪儿？以前的在研究所的时候工作的 流程基本上都是别人给你定个任务，而现在当了卫星的总设计师以后，有些目标、有些任务要自己去给别人来确定，所以这个角色变化以及知识上要求还是非常不一样的。 توسعت خدمة مشروع نظام بايتو 2 للملاحة بالأقمار الصناعية لتغطي آسيا والمحيط الهادئ، مما يتطلب دعم 14 قمراً صناعياً والتغلب على بعض المعضلات الجوهرية. لكن وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، تمتد مهلة موارد تردد أقمار الملاحة وموارد موقعها المداري إلى 7 سنوات فقط منذ تقديم الطلب، وستلغى تلقائياً إذا تجاوزت المهلة، مما يعني أنه كان أمام فريقه 3 سنوات فقط للتغلب على المعضلات الجوهرية وإطلاق القمر الصناعي قبل 17 أبريل عام 2007. 那个节点对于您来说，就是必须要完成的。一定要完成，一定得完成的任务。如果不完成的话，我在想啊，肯定在后续我们北斗发展的过程中间，我们再去跟其他的卫星导航系统建设国家协调的时候，主动权也就不会像今天这样的说话有力。回顾您在北斗这20年，一个经历您用了最，我就认为这段经历是最特殊的。 连滚带爬的，那时候真是每天每夜的去做，不光要解决问题，而且要解决问题和规定的流程，你都要做。في 31 من مارس عام 2007 ظهرت احتمالات غير طبيعية بجهاز الإرسال والاستقبال للقمر خلال آخر فحص له قبل إطلاقه، فاضطر سيه تشوين للعمل مع التقنيين لمدة 72 ساعة متتالية حتى وجدوا سبب العطل أخيراً وحلوا المشكلة. وفي صباح 14 من أبريل عام 2007 أطلقوا في الفضاء بنجاح أول قمر تجريبي بمدار متوسط في نظام بايتو 2.
لكن كان لا يزال هناك إجراء رئيس ينبغي اتخاذه لتنفيذ لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.地面研制过程中我们还时常的会碰到，我跟我们那个搞有效载荷搞导航分系统这个副总师和几个同志商量完以后，还是决定要一步一步的来进行这个设备的加电，打开放大器，最后结果非常好，我们也说具有风险且成功的一次决策。في الساعة 8:14 مساء 16 أبريل عام 2007 أمر سي تشوين بتزويد منتجات الحمولة على القمر التجريبي بالكهرباء وتشغيلها، وبعد 1:32 استقبل النظام على سطح الأرض إشارات الملاحة التي بثها القمر الصناعي، ولم تتبقى آنذاك سوى 2 ساعة تفصلهما عن وقت انتهاء صلاحية طلب التردد الفراغي. 您会把那次成功归结于幸运呢，还是归结于其他的词？我觉得有一定的幸运成分在里头。当然，这些幸运成分我自己也在说，我们要有敢于担当的勇气，但是担当的勇气不是简单的盲目，应该还是大量的地面的实验的数据在支持我们。عزز بناء مشروع بايتو الدراسة الأساسية للعديد من المجالات، وخلق طفرة في التقنيات الهندسية مثل الساعة التي تستخدمها أقمار بايتو الآن بدقة توقيت وصلت إلى الدرجة الأولى من المستويات العالمية. وبعد إتمام بناء نظام بايتو 2، تولى سي تشوين منصب نائب المصمم الرئيس لمشروع بايتو 3 والمصمم الرئيس الأول لأقمار بايتو 3 للملاحة. وقد زاد عدد الأقمار بنظام بايتو 3 مقارنة بنظام بايتو 2 ليصل إلى 35 قمراً. 比如说我2017年我们定的年底前一定要把北斗三号的第一批的组网卫星要打上去，2018年的时候也是我们北斗卫星发展最快的一个时期，我们一年打了18个卫星，17个北斗三号的卫星，1个北斗二号的备份星，所以这些都是有要求。تمثلت أهداف وتعهدات بايتو 3 في ربط شبكات وتقديم الخدمات بجميع أنحاء الكوكب. قضى الفريق الذي يقوده سي تشوين 5 سنوات في دراسة وتصميم خطة لدمج المدارات العالية والمتوسطة لروابط الأقمار، فكانوا أول من ابتكر نظاماً هيكلياً لروابط الأقمار والكوكبات الهجينة. وقد أنشأت روابط الأقمار مجموعة لأكثر من 30 قمر ملاحة يتبع نظام بايتو 3 في الفضاء، يمكنها التحكم بكفاءة الأقمار الصناعية بكوكبنا بمجرد اتصالها بالمحطة الأرضية داخل الصين، لتحل معضلة موضع المحطات ورصد الأقمار خارج حدود الصين. 大家看到的可能是我们最终在我们西昌卫星发射中心发星的这样一个结果，实际上在研制过程中，我们厂房里头啊，我们经常存在着十几颗卫星并行的在进行测试。我们经常一些年轻的这个设计师，特别是我们搞测试的设计师要，基本上是没有这个时间的这种概念。到了你这个工位以后，你就开始测，而且一个人要管好几个卫星。في 27 ديسمبر عام 2018قدم نظام بايتو 3 الأساسي رسمياً خدمات الملاحة الأساسية لمبادرة الحزام والطريق وكافة أنحاء الأرض، ما يمثل خطوة جوهرية نحو هدف ربط الشبكات حول العالم.
我记得有一年除夕我们就在这儿，然后感觉啊好像该过除夕了，说还是给大家轻松一下吧，我们就去食堂找我们这个西厅里头办了几桌，大家吃饺子，吃着吃着就没人了，我们这几个相当于相伴的还可以跟大家说敬敬酒寒暄寒暄，我们的测试一线人吃几个饺子以后马上又回去就去弄了，所以那个过程我感觉就是不是那么轻松，但是大家也感觉到能为国家的重大工程啊，特别是我们建成的工程也都是国家的重器，能贡献一份子，我想他们心里头肯定都是有一个这个想法，就是一定要把自己本职工作干好，不要让节点耽误在自己手里。但是吃着吃着团圆的饺子，您就看身边人一个个的都对，别人都走了，最后就剩下我们几个了。我现在想起来以后就是觉得这批人非常可爱。说在那段时间里面您还晕倒过，我觉得航天确实是要对人的这个身体有极高的要求，第一个心理上，另外身体本身都要有抗压的这种。بفضل روابط الأقمار التي يستخدمها بايتو 3 وصلت دقة خدمات بايتو إلى مستوى يفوق المترين، ونظرا لمحدودية عمر القمر الصناعي أنشأ سياتشوين وفريقه نموذجا للإنتاج الضخم يطلق 19 قمرا في الفضاء خلال 14 يوما فقط لإنجاز ربط الشبكات بأسرع وقت، فحطموا رقما قياسيا في إطلاق الصين للأقمار في الفضاء.在这个北斗三号的那几年，我们最后看到的是提前半年完成了整个工程的任务，这个应该是工程全线的一个努力的结果吧。2017年11月我们要发第一组卫星的时候实际上还没有，而2018年应该说到了后期让我们感觉到应该加快这个建设的速度，2019年实现了目标以后，我们2020年才敢提出来要提前半年这样一个这个考核的节点。提前半年对于这个工程意味着什么？意义非常大了，从系统的运行上的来讲，早建设成功以后，早期投入一些应用行业的领域里头啊，包括一些国家基础设施里头，对，可以更好的享用更安全更可信的一个服务。مع إنشاء نظام بايتو للملاحة بالأقمار الصناعية، شهد مجال الملاحة بالأقمار الصناعية ابتكارات وطفرات في الكثير من التقنيات المحورية وكافة قطع الغيار الأساسية، وارتفع معدل توطين كل الآلات المفردة الخاصة بأقمار بايتو 3% إلى 100%، فأصبحت الصين ثالث دولة بالعالم تمتلك نظاماً عالمياً للملاحة بالأقمار الصناعية. 这一台设备呢是非常典型的我们院里头部署的关键技术攻关的一个代表性强弱，将来卫星上我们叫天机的我们高性能的计算单元我们叫服务器，然后我们为了做这个呢，我们同时研发了一些北斗卫星所需要的特殊的一些功能的一些模块，所以有的人也叫它是芯片，这个工艺呢应该说也是基于我们国家目前可以批量生产的航天上的可用的这个工艺，北斗系统在弄的时候，我们就立足于国内的基础。别人能做成小米粒儿的，我可能做一个黄豆大的，我只要能用就行，实现整个系统的最优。منذ إطلاق أول قمر صناعي تجريبي بنظام بايتو 1 بنجاح عام 2000 وحتى إطلاق آخر قمر ربط شبكات حول العالم بنظام بايتو 3 عام 2020 أطلقت الصين تباعاً 4 أقمار تجريبية بنظام بايتو و55 قمر ربط الشبكات بنظام بايتو 2 وبايتو 3 لتفتح حقبة ملاحة شبكة أقمار الصين حول العالم. ولم تكن هذه نهاية مشروع بايتو بالنسبة إلى شياتشوين، بل إنها نقطة اتصال جديدة لتطوير النظام بأكمله.
تلسكوب عين السماء الصينية المعروف رسمياً بالتلسكوب الراديوي الكروي البالغ قطره 500 متر، واختصاره باللغة الإنجليزية FAST، هو أكبر تلسكوب راديوي أحادي الفتحة بالعالم الآن. إنه يشبه القدر الكبير ويستقر بثبات في تاو تانغ بمحافظة بين تانغ في مقاطعة كويجو، ويعد لي تي كبير العلماء العاملين بهذا التلسكوب. بصفته تلسكوبا راديويا كروي، لا يمكن لعين السماء الصينية رؤية الكون البعيدة مباشرة، لكن يمكنه استشعار الكون من خلال استقبال إشارات موجات الراديو التي يصدرها الكون. وقبل إنشائه ظل تلسكوب أرسيبو الأمريكي البالغ قطره 305 أمتاراً مهيمناً لفترة طويلة على عالم التلسكوبات العالمية. في 11 من يناير عام 2020 انتهى بناء تلسكوب عين السماء الصينية وافتتح لتشغيله رسمياً بعد اجتيازه الفحوصات الوطنية، ليصبح التلسكوب الراديوي الأكبر والأكثر حساسية في العالم. أخبرنا لي تي أن هذا التلسكوب قد أظهر في عام 2019 قدرة عظيمة وحساسة على التقاط الإشارات الصادرة من أعماق الكون قبل فحصه بعد بنائه. 我自己可能最兴奋的是19年，就是19年的时候呢，我们在一次漂移的扫描的过程中呢，一下看到了四个，就是非常具有遥远距离特征的又非常亮的脉冲，因为这也是一个非常重要的发现，它是世界上第一个我们叫持续活跃的快速射电暴。19年什么时候发现？它是19年5月20号。快速射电暴呢，等它到地球上的时候已经很微弱了，但它呢来自银河系以外，所以在它爆发的地方是非常亮的。它在千分之几秒的时间里头呢，它能够释放太阳相当于一年的能量。太阳一年的能量是什么概念啊？太阳一年释放的能量可以够整个现在的人类社会用电用10000亿年，而我们不知道它浓缩在这千分之一秒里头这样一个宇宙爆炸是怎么来的。يتمثل التدفق الراديوي السريع في ومضة قصيرة مجهولة المصدر ترصدها التلسكوبات الراديوية، وهي ظاهرة فلكية راديوية غامضة مصدرها خارج مجرة درب التبانة، ويستمر الانفجار إلى أجزاء من الألف من الثانية فقط، لكن يمكنه خلال هذه اللحظة العابرة إصدار سطوع فائق يعادل الطاقة التي تصدرها الشمس خلال عام. 2007年才第一次发表以后没有人信，到13年又找到四个类似的信号，所以这时候才叫快速射电暴。而这种现象呢，一直到2017年才定位，就原来因为它一会儿一下一会儿一下是吧，它又不重复，所以你等这个炸完以后，你再把其他望远镜过去，你就找不着了。سمي هذا التدفق الراديوي السريع الذي اكتشفه لي تي وفريقه ب FRB-201925B على اسم تاريخ اكتشافه في 20 من مايو عام 2019 كما جرت العادة، وهو اسم يضفي بعض الرومانسية. وعلى عكس التدفقات الراديوية السريعة المكتشفة سابقاً بدول أخرى والتي يمكن رصد إشارتها لحظة الانفجار فقط أو في أحيان متفرقة، استطاع تلسكوب عين السماء الصينية خلال عمليات الرصد والتعقب المتتالية التقاط رسائل غرامية راديوية من FRB-201925B تزيد أو تقل عن 10، لكنها لم تنقطع أبداً. أي أن التدفق الراديوي السريع الذي اكتشفه فريق لي تي هو التدفق الوحيد متواصل النشاط المكتشف حتى الآن بالعالم أجمع. وبفضل هذا الاكتشاف يتزايد ثقل نتائج الأبحاث المتعلقة بالتدفقات الراديوية السريعة بأوساط علم الفلك الصينية في المجلات العالمية الموثوقة. FAST 呢是20年在这个
方向发表了第一篇自然的这个论文。2021年，整个领域有两篇，我们占到了一篇，占一半。那么2022年到6月底呢，不完全啊统计，应该是有一共有3篇，那么这个天眼有2篇。所以我们从这个零星的有，现在到这个占据一个比较重要的权重啊，这就是中国天眼的深度观测。لا تتسم دراسات التدفق الراديوي السريع بمسيرة طويلة، لكنها أصبحت الآن إحدى بؤر الدراسات الأحدث بعلوم الفلك، وتعد عملية بدء الصين من الصفر في هذا المجال وتحولها من اللحاق بالركب إلى التفوق طفرة حتمية تحققت بفضل مواصلة الصين زيادة استثمارها في المنشآت العلمية الكبيرة، وأيضاً الجهود المشتركة لأجيال متعاقبة من علماء الفلك الذين يمثلهم السيد نارين تونغ. التقطت هذه الصورة التي قدمها لي تي في تسعينيات القرن الماضي خلال زيارة الجيل الأكبر من العلماء الصينيين لتلسكوب أرسيبو الراديوي في الولايات المتحدة، من بينهم عالم الفلك الراحل نارين تونغ الذي ألهمه التلسكوب الأمريكي في تلك السنة لإنشاء تلسكوب راديوي واسع النطاق خاص بالصين، ولتصنيع المعدات الصينية كرس ثلث حياته لتلسكوب عين السماء الصينية. 您那时候和南仁东老师交流过，为什么中国一定要建设中国天眼呢？天文就是属于既古老又现代的科学，它就是基础科学里头最基础的一个科学。我们之所以要看呢，完完全全是两个原因，就第一个它在哪，是吧？你总不能这个瞎，是吧？我们就一抬头就看见了，看见了，你就需要记录它，需要研究它。第二个呢？就是满足个人和群体的好奇心。你说它的必要性在哪儿？它为什么是我们群体生存的一个必要呢？是因为我们不能所有人都只看眼前的事儿，这样呢，我们就会很快就会面临我们所有人都没有想象到的或者没有看到的重大挑战。而如果我们没有提前的这个好奇心，这些基础研究的准备的话，我们就会负面于这种挑战。你说我要看什么1亿光年以外，你说那个有啥用？可能永远没有啥用。但是呢，我们以这个人类整体的好奇心为驱动，我们去扩展整个全人类的视野。بدأ تشغيل تلسكوب عين السماء الصينية رسمياً عام 2011، وفي عام 2012 كرس لي تي دوامه الكلي لبناء هذا المشروع. وقضى فترات طويلة سنوياً في جبال كويتشو حتى في أعياد رأس السنة. يتذكر لي تي أنهم كانوا يسكنون بغرفة متنقلة مؤقتة لا يتوفر بها حمام في ال5 سنوات الممتدة منذ بدء المشروع وحتى إتمامه. شتاء كويتشو رطب وبارد، وكثيراً ما كانوا يستحمون بالخارج ويعودون إلى مسكنهم، فتتكون على شعرهم طبقة ثلجية صلبة. إن معضلات العلوم والهندسة لهي اختبار أكبر مقارنة بصعوبات الحياة. تولى لي تي منصب نائب كبير المهندسين بمشروع تلسكوب عين السماء الصينية بداية من عام 2015، فكان عليه المشاركة في فحص النظم الهندسية الكبرى والإشراف عليها بجانب التعامل مع المعماريين ومزوديهم بالمواد. 2015年的时候呢，这南仁东老师就是很不幸当时确诊了肺癌。这一段的工作呢，就我就完全缺乏相关的训练了。这个就是要在工作中间，就大量的学习也是很苦恼。你每天都在想，我怎么能够合理的在这个预算的非常严酷的限制下，它刚好能够用，能够达到它的指标。بعد أكثر من 10 سنوات من التحضيرات لإنشاء المشروع و5 سنوات ونصف من البناء الشاق، تغلب فريق إنشاء تلسكوب عين السماء الصينية على الصعوبات التقنية في المقياس الضخم للتلسكوب ودقته الفائقة، لينجحوا في النهاية في إخراج تلسكوب أمام أنظار العالم. إنه تلسكوب راديوي الأكثر حساسية ذي أكبر فتحة أحادية بالعالم، ويتمتع بحقوق ملكية فكرية صينية مستقلة، ويستقر في منخفضات كاريست الطبيعية بكويجو، حيث وضعت بها آلاف الوحدات التي تشكل سطحاً عاكساً كروياً ناشطاً قطره 500 متر،
يمكنه تحديد مواقع أجهزة استقبال التلسكوبات بدقة عالية. وفي 25 من سبتمبر عام 2016 أقيمت حفلة احتفالاً بإتمام مشروع تلسكوب عين السماء الصينية ودخوله فترة التجريب. 当真正的中国天眼建成之后，您站在那个平台上面的时候，看着前面的这样的一个射电望远镜，什么感觉？我就是觉得非常的幸运，因为我们建设嘛，是吧？我们有国家的经费的支持，是吧？现在真正这个望远镜可以用了，而且它的这个科学出来的比我们想象的要快得多。في عام 2017 رصد تلسكوب عين السماء الصينية 6 مجسمات مرشحة مثالية لتكون نباضات إشعاعية ونالت ترخيصا دوليا. هذه أول مجموعات من النباضات الإشعاعية التي يكتشفها تلسكوب عين السماء الصينية. ويعد النباض الإشعاعي جسما سماويا يمكنه أن يشع باستمرار إشارات نبضية كهرومغناطيسية. 因为这个FAST是一个非常复杂的设备，整个的工程也是非常的复杂的，是吧？它有上千台的促动器，几十万条光纤。你说这么多东西混在一起，是吧？最后我要接收一个全人类的高科技，在这以前的几百年都没有看到的信号，这个东西它是我们是不能保证的，是吧？当然是要慢慢的调。那么天眼能够发现新的脉冲星，就说明我们已经至少部分的实现了当时的这个野心勃勃的这样一个设想。那实际上这个发现呢，我们八月份就做出来了，然后去当时用这个澳大利亚的望远镜做的验证。9月16号的时候呢，第一个确定的验证以后呢，我给这个南仁东老师还有几个同事发了一个邮件。邮件里说什么？对，邮件就是报告说我们现在有一个确定的被验证的一个新的发现，这是我们的第一个脉冲星的发现。南老师没有回，因为他后来我才知道，他那个时候刚刚住到急诊病房里头去，在这之后两三天就过世了。في 15 من سبتمبر عام 2017 توفي نارين تونغ إثر التدهور المفاجئ لصحته جراء سرطان الرئة بعد فشل إسعافه، فترك للعالم وصية موجزة بأن تكون جنازته بسيطة دون إقامة حفلة تأبين. 我觉得他不论是不是看到这个邮件，他都会为他这个后半生的工作而感到自豪，因为我相信他对这个自己推动建设的这个设备是有充分的信心。كان عام 2020 لا ينسى بالنسبة إلى تلسكوب عين السماء الصينية، حيث اجتاز الفحوصات الوطنية في 11 من يناير وبدأ رصد كل الأجواء. وبجانب صيانة الأجهزة، يمكنه مواصلة الرصد لـ 22 وحتى 23 ساعة لينتج بيانات رصد لا حصر لها. فاق عدد النباضات الإشعاعية التي اكتشفها تلسكوب عين السماء الصينية 600 نباض حتى الآن، وحقق طفرات هائلة في مجال دراسة قياس الحقول المغناطيسية بين الكواكب والتدفقات الراديوية السريعة وغيرها. وبجانب النباضات الإشعاعية والتدفقات الراديوية السريعة، واصل لي تي وفريقه في تلسكوب عين السماء الصينية استكشافاتهم الخاصة بالهيدروجين الذري والبحث عن حضارات خارج الأرض. يرى لي تي أن مواصلة استكشاف العالم الغامض هي الطريقة الوحيدة لمواجهة كافة الصعاب غير المسبوقة والحصول على إجابات لا يمكن تخيلها. 天文呢，在这一点我们感到是非常幸福和这个运气的。就每次你的观测能力好一点点，带宽比你宽一点点，深度比你深个10%，就会有革命性的发现。在上海天文台就它的星馆落成的时候，讲过一句话，就宇宙的丰富多彩从来没有让我们作为观测者失望过。